الان ده اشوف حقيقه التقارير والهجمه خلال يومين ثلاثه شخصت فقط باتجاه السيد وزير الماليه، رغم رجل بكل امانه يعني الكواليفيكيشن مالته رجل خريج ام اي تي من 69 وانا اعتقد اتمنى يفهمون شنو هي الام اي تي بالعالم رقم واحد او الجامعات الرصينه، ماذا عمل هذا الرجل؟ انا بالمناسبه كنت ضد ضد هذا القرار 100% ولكن بعد أن عدنا حساباتنا يجب أن يكون بكل أمانة إذا هنالك فكر جديد في إدارة الدولة فرفع سعر الدولار هو يعتبر قرار حكيم والفرق ما أجي أنا أخذه من الـ من الراتب أو المليون دينار أو حتى مليون وربع أو حتى سبعمية أكو رواتب عندكم كبير كثيرة بالدولة جدا روح استقطعوا من عندها لذبون زمام الأمور حقيقة على قرار الكل كانت مشاركة به الدولة كل الكابينه الوزاريه من رئيس وزراء من مجلس وزراء صوت من الاخوان جدا حقيقه كانوا ساندين في التيار الصدري على هذا القرار انا اتعجب ليش اليوم السيد علاوي هو يكون يعني يشار اليه باصبع الاتهام بانه هو الشخص الاول والاخير في هذا الموضوع المشكله هي في المنظومه اذا لم يكن هنالك فكر حقيقي في اداره الدوله صدقني كل اللي نشوفه الان هو استهلاك محلي للكلمات ولل.. وللأفعال بكل أمانة وللرؤى، يحتاج ناس عندهم نظرة ثاقبة حقيقية في إدارة الملف الاقتصادي ولا نملكها لا نملكها في الكابينه الوزاريه ولا نملكها في البرلمان ولا نملكها في للاسف نسبه كبيره من مؤسساتنا التعليميه لا تملك لذلك نحتاج ثوره فكريه اقتصاديه على اداره الملف الاداري بالدوله بالكامل حقيقه يعني هذا اللي انا اشوفه خلاف ذلك راح نبقى اليوم على علاوي بكره ممكن تكون الوزير الجديد ممكن يكون اي واحد مشكلتنا غير قادرين على التشخيص يا سيد العزيز ويجب ان يكون من يحاسب افضل علما وكفاءه من المحاسب